السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوا اخي، غادي نهضروا على هذه البليه اللي ولات عندنا في الحومه، هي الامنيزيا، هذا الملهى الليلي اللي كيحل مع 11 ونص ديال الليل حتى 6 الصباح، وما تيخليوناش الناس، وتنسمعوا الكلام الخايب ولي كلاكسون ديال الطوموبيلات، وتيحلوا البيبان، والموسيقى كتدخل عندنا حتى لداخل ديال الديور، تولي عندنا دي فيبراسيون في الدار. ملي كنهضروا معاهم تيقول لك سير جري طوالك، تيحسبوا بان هاد الحومه كلها شارينها وما كاينش اللي كيقدر يهضر معاهم. الناس كيديروا المحلات وتيخليوا الناس اللي ماشي متاهلين باش يقبلوا هاد المسائل، وما تيجيوش يراقبوا المحلات ديالهم. انا كنتنظن بان هاد السيد هذا الا مشى لبلادو ودار هاد الشيء هذا، ما كاينش اللي غيقبل لي هاد اللي يعطي له التوريزاسيون باش يدير ملهى ليلي في وسط الناس وزنقه فيها 6 المترو. حنا بحالنا ساكنين معاهم ما كنعسوش، والهضره الخايبه الا هبطنا في الفجر تيتعرضوا لنا السكيري على برا. الناس اللي دخل راه دخل، الناس اللي ما دخلش راه تيبقاو هنايا بحال هونغ كونغ، راه ما كاينش اللي كينعس بالليل. وماشي غير انا بوحدي اللي مضرور، العماره كامله والحومه كامله. والله ان هذا مولا منكر، وكنتمناو الناس يسمعونا والناس السلطات يديروا الحل لهذا الشيء. هذا شكينا، ما خلينا من شكينا، جميع الوزارات المعنيه صيفطنا لهم بدون جدوى، ما كاينش اللي يحرك ساكن. وكنطلبوا من الله والناس، اذا كاين شي واحد اللي عنده شي حاجه في يديه يشوف معنا في هاد الناس هادو، راه قهرونا وهلكونا وما عرفناش شنو نديرو، واش نرحلو ولا نخويو لي كاع حنا هاد الرباط هذا كامل، وما عرفناش حنا قبل من هاد الناس هادو هنايا. كان في الاول دايرين غير واحد السميتو ديال الدراري الصغار من 5 د العشيه حتى 7 د العشيه، شويه ردوها من الهليلي وفي وسط المدينه. هاد الشيء هذا راه ما تنظن ما كاين حتى شي بلاد اخرى ما كاينش فيها بحال هاد الشيء هذا. والبيبان تيبقاو محلولين كاملين، الموسيقى راه عندنا الفيبراسيون هنايا، كنحط الكاس فوق الطبله كيتحرك الكاس بوحدو بالليل، تقول الجنون عندك في الدار. ملي تهضر معاه تيضحك عليك تيقول لك سير تنعس، وملي كيجيو بخطره رجال الامن كنهضر معاه تيقول لك دخل تنعس، وشكون يفيقني باش ندخل نعس؟ واش مشي هنا نبقى واقف انا هنايا وبقى نغرغر مع الناس وبدا نتعاير مع الناس؟ راه هذا الا اللهم انا هذا منكر. وكنطلبوا من الناس اللي في يدهم شي حاجه يتحركوا، الا بغاو ما بغاو شيء راه هذا الشيء هذا راه غادي يزيد لقدام، ويمكنوا العواقب ديالو ما غادي تخرج شيء بخير. سير نهار الجمعة أنا تكريسي الدولية تليفون مع 8 د الليل من هنا قدام داركم، هنا قدام القهوة الدولية تليفون سرقة. ماشي خصنا نشوفوا حل عصابات هنا، مابقاش شي عصابات هما هنايا. فين حنا اكزاكتومون؟ هنا في زنقة مونستير حسن، في الرباط ماشي في نواكشوط ولا في الرباط، عاصمة تجارية. وانتم كتشوفوا لا شتي الهيرة وما كاين، الدعارة راه هي كنشوفوها بين عينينا، كنشوفوا الدعارة وفين كيمشيو هما. هي الدعارة راه هما مجموعين تماك، ماشي معقول. هما مجموعين تماك هازين كاع ولادهم. هادشي راه منكر. هذا منكر لان هاد الحي منكر. ها ما عرفتش شنو عرب العلاني. هما خارجين خصهم يخاوم. هذاك كانوا في السعودية راه عطاهم 40 جلدة. هما مشوا بحال هكا. واحد هذاك الاخرين. شي 40 شي. علاش غادي يهربوا؟ لان ما بغاوش يتصوروا. لا لا كيحشموه. هادو دابا كيحشموه. حنا راه كيجيو لعندنا هنا كيجلسوا هنا بالشراب ديالهم، وكيحيدوا ملي كتجيهم حاجاكم كتجيهم مريحات كيحيدوا حوايجهم هنا قدامنا، وكيحيدوهم كنشوفوهم بعينينا. راه هذا الشيء راه ماشي معقول. كيحيدوا دابا شويه ربي
سي عبد الله قديم من سكان حي ملكي زنقة طبرية زنقة مناستير يوغوسلافيا. الناس ديال المنطقة تعاني من مجموعة من المشاكل منذ مدة، تم تقديم عليه مجموعة من الشكايات. المشاكل المطروحة كاينة الحي هذا كاين كتنتشر فيه، عندنا مجموعة من النساء تتعاطى الدعارة تجارة المخدرات والسرقة الموصوفة بالنهار، مجموعة من النساء تستعمر الحي من الصباح إلى الليل، الناس مهددة في أرواحها وفي أرزاقها أمام العمارة وأمام مساكنها، مهددة في نسائها وأطفالها خروجا ودخولا. سكان الحي أسسوا جمعية وقاموا وتقدموا بمجموعة من الشكايات إلى السلطات الأمنية المحاكم إلى لهذا. نفس المشاكل يتم القيام بحملة تنشيطية مؤقتا ويتم الرجوع إلى المشكل، المشكل دائما مطروح، السكان مهددون وهناك مجموعة يوجد بالحي مسجد من أعرق المساجد، مسجد مولينا، مسجد يمكن تم بناؤه في القرن 15، بالإضافة للمسجد يتم تجول مجموعة من المجرمين ومجموعة من الصعاليك، يتم ولوجهم للمسجد ولمرافق المسجد بدون حاسب ولا راقب. السكان دائما يعانون من مشاكل دائما، سواء الرجال والنساء والأطفال، بمجرد خروجهم صباحا يجدون مجموعة من الأشخاص مشبوهين يحتلون الحي، مجموعة من النساء يتعاطين أعمال غير قانونية ومعاقب عليها في القانون، ولكن دائما يوميا يتواجدون بالحي، يتم التعاطي الخمور بالعلاني، أشخاص يجلسون والخمور منزلة أمامهم، تحريض على الدعارة، تعاطي الخمور، السرقة، المشاجرات والتربص بالسكان، إما الكلام السفيه والكلام الغير لائق وكلام الصعاليك فلا مجال. النقل السري، هناك مجموعة من الخطافين ما يسمى بالنقل، يتم جلبهم لسياراتهم، صفوف وطوابير ولا أمن يحارب هذه الظاهرة، وهذا الخطافين يجلبون مجموعة من المجرمين يقومون يوم 27 تم هجوم هذا الخطافين أو أصحاب النقل السري على المقهى سيغا فريدو، تم هجوم عليها وتكسير الكراسي وأواني والمعدات الخاصة بالمقهى. إذا الحي يعاني من المخاطر ولا بد من تدخل السلطة للحد من هذه المشاكل التي يعاني منها الحي. وجود حانات، وجود ملاهي ليلية تقوم ليلا وتسبب الضجيج إلى غاية مطلع الصباح. ملاحظة على السيارة تاع النقل السري، هما كيخطافا كيستاسيون هنا كيخلقوا المشاكل هما هنا كما كتلاحظوا، مجموعة من السيارات راهم كيشارجيو لهيه، هما خدامين كيشارجيو راهما. هما جوج هما ستاسيونين هما، محل بحال محطة المسافرين. Thank you.
Fotografi isso. يا رحسو انا ميناجمون طوطه خصك تعاود في جديد كلشي هذا هو الحل لا دعيا ما دير دعيا ما تشكي دعيا ما تطلب دعيا ما هذا الدار هضرت مع الكاتب العام وهضرت مع الكاتب العام ديال الولايه هذا كبر المصيبه الحلبي الولاية هذا المدير ديال الجرده راه معتاه عيط عندي ما ندير بصمت الخطافه هذوك ديك الفريضه فتحوا لي سوليسيون مع الخطافه هذوك شنو كيضرك هنايا وشنو كيضر جميع الناس هنايا؟ من المسائل اللي خصنا نتاكو فيها هي بان كاين هاد الصبان تيجيبو لنا صحاب الشعب و تيبقاو يقولو كاين مسافي هاد الناس كلهم زعما تيتشكاو و عندنا غنسلو السلطات المحلية بهاد الصدد هذا وتم المراسلة وما كاين والو. بالنسبة لهاد اللي تيتسمى بلادي ديال الفنانين كنظن على انه ما كيتمارش فيه حتى شي فن لانه نهار السبت في العشيه كيجيبوا المراهقين والمراهقات وكيبقى الشطيح واحيانا كتقع مجزرات وكيبقى يؤدي الى تكسير السيارات ولا نهيله منتهيه لان النهار هذا السبت اللي داز كانت واحد المجزرات كثيره وكتوصل حتى المجزرات ما بين جروب وجروب ما كيبقاش غير ما بين فرد وفرد وهذه البدايه ولكن الا بقينا بغير هكا غادي نوصلوا لواحد الحاجه اللي هي خطيره دابا كنطلبوا التدخل ديال السلطه اللي غتبدا توضع الحد لهاد المسائل. عرفني شي وقع لداخل. السلام عليكم. ان فوازان كوم لا بليبار لي بونترون ايسي اون اندور دوبي بيرسونيلمون دوبي بريسك دو زون اون اندور مع لي تاكسي كونديستان ومع لي مع امنيزيا بالليل مع لي كلاكسون مع لي باغار صباح عشيه انسي دو سويت الناس عندهم لومبوتياج في النهار حنا عندنا لومبوتياج في 24 اور كان اسيغ اون بيرمانونس بيرسونيلمون جو شيرش ا ديماناجي سي كوم تو لو موند جو بونس كوم لا ماجوريتي او كوم سو كي اون ديجا ديماناجي افون موا اللي كتهضر معاه باش نديرو ديكلاراسيون ولا بلانت ولا شي حاجه كيقول لك هي توت ان هيستوريك قديم مديور اجي نعاودو نحركو كيقول لك ما يمكنش نعاود نتجمعو او ما يمكنناش نديرو او دونك العراقيل اللي اليوم اون فو دير ستوب باركا بغينا نديرو ان با اون افون je ne sais pas est-ce que c'est هاد لو با اللي غنديرو اليوم واش غادي ينفعنا واش غادي ينفعني انا واش غادي ينفع اللي غادي يجي كنتمنى مي كنتمنى من الله اننا نديرو حد لهاد المهزله اللي غادي فيها هاد الحومه هادي وهاد الشارع واللي لامباكت كبير اللي غيكون على ولادنا وعلى والدينا وعلى انسيتيت اكزاكتومون على سونتر فيل على كاع فوالا على كاع هاد لا ريبوتاسيون اللي وصلت ليها هاد لابارتي من الرباط سي بيان دوماج كنتمنوا بان سافا سوغيتي سي ان جو البار بعيد على الجامع ب 10 متر ما كملاش و سكي جو بونس انترديت لا لا لوا ماروكان نورمالمون سي انترديت بار لا لوا ماروكان باش يكون ان بار ا كوتي دو لا موسكي لبيناتو من لبيناتو ديما يعني جو مي دوموند كي اوتوريزي هاد لو بعدا ديجا هاد لو بار سمحي دو الجامع باش نحيدو الجامع ونخليو البار